بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من تلفزيون دولة الإمارات العربية المتحدة من دبي، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج المسابقات الثقافية المنوعة حروف. كنا بالأمس مع فريقين الأحمر أمل صبحي وأمل إبراهيم. والأخضر دانا حسام وشادي حسام. أيضا نذكركم بأننا دخلنا الجولة الأولى أمس من مباراة جديدة وتوقفنا في منتصفها. توقفنا عند رقم 4. الآن نبدأ من حيث توقفنا بالأمس من خلال رقم 4. قلنا بأن رقم 4 تبدأ إجابته بحرف الواو. صفة أطلقها قدماء العرب على المرأة إذا كان حسنها ثابتا كأنها وسمت به. سؤال عجيب. صفة أطلقها قدماء العرب على المرأة إذا كان حسنها، تفضل. وسيمة. وسيمة، صحيح، تفضل. رقم 6. رقم 6، ما زلنا في الأرقام. هذا في الكيمياء بحرف اللام. ظاهرة تحدث نتيجة تفاعل كيميائي لغاز مع غاز آخر عندما يسخن الأول لدرجة الاشتعال ويتولد منها انبعاث حرارة وضوء. ماذا يسمى؟ 5 ثواني للفريقين. يسمى اللهب. رقم 6 جديد بسؤال آخر في الحيوان تبدأ إجابته بحرف الواو. شعيرات تكون على جلود الإبل، تفضل. وبر. وبر، صحيح، تفضل. رقم 9. رقم 9، ليش مركزين على الأرقام كلكم؟ هذا في الدين وتبدأ الإجابة بحرف الطاء. امتثال لأوامر الله تعالى أو الطاعة. الطاعة، صحيح، هو امتثال لأوامر الله تعالى أو لأولي الأمر، تسمى الطاعة، واختيار تشامل. ألف. حرف الألف قصير جدا في الذكاء. ما قرب الطفل لأبيه إذا لم يكن ابنه، تفضل. ابن أخيه. غلط. الفريق الأحمر، ماذا، ما هي قرابة الطفل لأبيه إذا لم يكن ابنه؟ الهدوء من فضلكم للاستوديو، تفضلي بدون جرس. ابنته. ابنته، صحيح. اختيارك أمل. حرف التاء. حرف التاء هذا في الدين، هم الجماعة التي تلي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعين. التابعون، صحيح. رقم 1. يلون الرسول صلى الله عليه وسلم في المنزل، أي الذين عرفوا صحابيا ولكنهم لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. اختيارك. رقم 1. رقم 1. رقم 1 في المعلومات العامة وتبدأ إجابته بحرف الكاف. هي ألغاز محببة تتألف من رسم بياني مستطيل أو مربع، تفضلي. كلمات المتقاطعة. المتقاطعة، صحيح. هي ألغاز محببة تتألف من رسم بياني مستطيل أو مربع، مرقم أفقيا وعموديا، مقسم إلى مربعات بيضاء ومربعات سوداء بجدولين من الجمل والتعريف المرقمة، وهي الكلمات المتقاطعة. واختيارك يا أخت أمل. رقم 3. رقم 3 في الجغرافيا وتبدأ إجابته بحرف اللام. مدينة عالمية ومرفع على نهر التايمز، فيها أماكن، فضلي. لندن. لندن، صحيح. فيها قصر بيكنغهام وفيها حديقة الهايد بارك، عاصمة بريطانيا والكومنولث. واختيارك. حرف الفاء. حرف الفاء. الفاء في الشخصيات، بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة. صحيح، فاطمة الزهراء. أمها خديجة رضي الله عنها تزوجها علي بن أبي طالب وولدت له الحسن والحسين وزينب. واختيارك أمل. جيم. حرف الجيم. حرف الجيم في اللغة والأدب، سؤال قصير جدا. اشتد هديره أو كثر كلامه، تفضل. جلبة. غلط. الفريق الأحمر، اشتد هديره أو كثر كلامه، ماذا تسمى في اللغة؟ صعبة، ها، يسمونها جعجع.
حرف جيم جديد في الشخصيات، فيلسوف وكاتب فرنسي من الذين بشروا بالثورة الفرنسية. جان جاك روسو. جان جاك روسو صحيح. من أشهر أعماله كتاب العقد الاجتماعي. اختيارك. حرف الحاء. حرف الحاء. سؤال قصير في اللغة والأدب. التردد والاضطراب. حيرة. الحيرة صحيح. وبعدين غلط شائع نسميها الحيرة، هي اسمها الحيرة. اختيارك. دال. حرف الدال. معلومات عامة. ثوب حريري مشجر دمشقي الأصل. تفضلي. دمستق. لا، الفريق الأخضر. ثوب حريري مشجر دمشقي الأصل. دشداشة. غلط، دشداشة دمشقي الأصل هداك. اسمه ديمقس أو ديباج مقصب. وأستمر على حرف الدال في الجغرافيا. نهر طوله 2816. دجلة. شنو؟ نهر الدجلة. غلط للأسف، الفريق الأخضر. نهر طوله 2816 بدون جرس. ها؟ دانوب. الدانوب صحيح. هو نهر طوله 2816 كيلومتر بوسط وجنوبي شرقي أوروبا، يعتبر أكبر نهر أوروبا بعد الفولغا. وبالمناسبة من فضلة دانا، بدون جرس إذا تحول السؤال عليك من الفريق الأحمر ما تضربين جرس، برفع اليد. اختيارك بخ. حرف الخاء. حرف الخاء. سؤال قصير أيضا في اللغة والأدب. لفظة تطلق على البحر العظيم. تفضلي. خليج. غلط، الفريق الأحمر. لفظة، والله سامحيني دانا أقول غلط كذا واصدم الواحد، يعني آسف ما في عندي غلط يا صح، فاعذروني إذا قلت غلط للواحد. الفريق الأحمر. لفظة تطلق على البحر العظيم، ما عندك فيها معرفة. قولي أي شيء. قولي أي شيء. قولي اسمه الخضم. حرف خاء جديد في الجغرافيا. هو امتداد واسع في الأرض يحدثه بحر أو بحيرة. خور. خليج. خليج صحيح. يختلف في الخليج طولا وعرضا ومساحة من مكان إلى آخر. واختيارك عمل. صاد. حرف الصاد. في اللغة والأدب. من أشهر كتب القلقشندي. بصراحة أحد منكم سمع فيه؟ زين. هو اسمه صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. تصدقون أنا أول مرة أسمع فيه. زين، أستمر على حرف الصاد بسؤال آخر جديد في الجغرافيا. مدينة ليبية من مدن محافظة. تفضل. أشدو يا شادي، ده وقتك. الفريق الأحمر. مدينة ليبية من مدن محافظة الزاوية تقع غرب طرابلس، بها آثار إغريقية قديمة، ما اسمها؟ اسمها صبراتة. صحيح، صبراتة. أحسنت. اختياري أنا. حرف الصاد جديد في الجغرافيا. عاصمة عربية ترتفع على مستوى سطح البحر بنحو 2150 قدما، وهي مدينة سام ب... صنعاء. صنعاء. أحسنت يا شادي. صنعاء هي مدينة سام بن نوح. اختيارك. حرف الميم. حرف الميم. سؤال في الجغرافيا. سياسية بريطانية من مواليد 1925. مارغريت تاتشر. مارغريت تاتشر صحيح. مارغريت تاتشر أو المرأة الحديدية انتخبت عام 75 زعيمة لحزب المحافظين، لقبت باسم المرأة الحديدية وظلت رئيسة الوزراء لمدة 11 سنة متواصلة حتى استقالتها عام 1990، وهي مارغريت تاتشر. واختيارك بعدين، مش استقالتها، انتخابات. تفضل. حرف القاف. حرف القاف. بتكمل خطك، بتفوز بالجولة الأولى من المباراة. هذا في الشخصيات. اسم والي على مصر في عهد صلاح الدين الأيوبي. قرقوش. قرقوش. انتهت الجولة الأولى عند قرقوش لصالح الفريق الأخضر دانا حسام وشادي حسام. بالمناسبة قرقوش هذا اسم والي على مصر في عهد صلاح الدين الأيوبي، كان حازما شديدا، ينسب إليه أو ينسب إليه العامة أحكاما عجيبة غير صحيحة. اسمه الأصلي بهاء الدين الأسدي، وأنا قرأت مثل في كتاب يقول مثل حكم قرقوش،
المهم ندخل الجولة الثانية من خلال حرف الجيم. الجيم علم نفس، اضطراب عقلي شديد. تفضل. جنون. جنون، أعاذك الله منه. صحيح، هو اضطراب عقلي شديد ينفي المسؤولية ويذهب القدرة على سلامة التفكير وعلى كفاية العقل، وتيسر أفكار المرء وأعماله في غير الاتجاه المعتاد المعترف به من الجميع. واختيارك يا سيد شادي. رقم 5. خمسة هذا مو من عندي، هذا 5 خارجي. 5 سلامك الله. سؤال تنقل لنا الكاميرا، نشوف السؤال وبعدين نسمع الإجابة. من فضلك رقم 104. أولا كل عام وانتم بخير بشهر رمضان الكريم. ثانيا أسألكم هذا السؤال، نبات عطري ورده أبيض وتستعمل برائمه غير المتفتحة كتوابل وتكون مجففة ومطحونة، يكثر في أندونيسيا وزنجبار. تبدأ إجابة السؤال بحرف القاف وخمس ثواني. تفضل. قرنفل. قرنفل صحيح. اختيارك. حرف التاء. حرف التاء. بلاك على البنيات الله هداك يا شادي، خف شوية تكفى، خلي اعطيهم فرصة يجابون، ما شاء الله عليك لا إله الله دين على الخشب. هذا حرف التاء في اللغة والأدب، الدلالة على ما في النفس بالكلام أو الكتابة. تعبير. تعبير، أحسنت يا أمل. أو بأي وسيلة أخرى، المهم أن نعبر عنه. اختيارك. 1. رقم 1. رقم 1 هذا في الحيوان، وتبدأ إجابته بحرف الغين. طائر أسود الريش. غراب. غراب، أحسنتم. منقار معقوف يطلق صوتا بغيضا على النفس، يعرف صوته بالنعيق وهو الغراب. واختيارك. حرف الخاء. حرف الخاء. الخاء سلمك الله في المعلومات العامة، من آلات الحرب القديمة. خندق. هو من آلات الحرب بس يعني غير، لو سمعت السؤال اسمعي من فضلك. اسمعي السؤال. أوكي. اسمعي السؤال، من آلات الحرب القديمة يلبسها المقاتل لوقاية رأسه من ضربات السلاح، تصنع من المعدن يا شادي القوي، وكانت تنقش عليها آيات من القرآن الكريم. قولي. شبلات سهلة. خوذة. الخوذة صحيح، اثنين عارفينها. استمر انا على حرف الخاء بسؤال اخر جديد في الذكاء. من الالغاز 55 و15 مرتين كم تساوي؟ 45. تفضل. اي اثرك الكنترول، قلت انتهى وقتهم. هي 45. 55 و15 مرتين 30 و15 45. حرف خاء جديد بسؤال في المعلومات العامة ايضا، نوع من الغزل المبروم الرفيع المصنوع من شعيرات الصوف او القطن، يستعمل في الحياكة والتطريز، واكثر ما يستعمله انتم. الخيوط. صحيح. اختيارك دال. حرف الدال. حرف الدال في اللغة والادب، نوع من الخط العربي نشأ في دواوين الملوك. ديواني. الديواني، احسنت. كانت تكتب به الأوامر، ظهر أيام العثمانيين، وهو نوعان رقعة وحلبي. واختيارك شادي. حرف الحاء. حرف الحاء بتكمل خطك، تفوز بالجولة الثانية. ضد لا شيء للفريق الأحمر، لاحظها كلمة ضد لا شيء للفريق الأحمر، يعني أقصد شدوا حيلكم. هذا سلامك الله عاهل المغرب الشقيق. تفضلي. إذا ما قلتيها الملك راح منك واخذ جولتهم. اصبر اسمع السؤال، اصبر اسمع السؤال. هدوء. عاهل المغرب الشقيق ولد سنة 1929 وارتقى العرش 1961. وهو الحسن الثاني. الحسن الثاني، جلالة الملك الحسن الثاني، ويكمل خطه ويفوز بالجولة الثانية. مبروك. انتهت سيداتي وسادتي الجولة الثانية لصالح الفريق الأخضر دانا حسام وشادي حسام. الآن ندخل الجولة الثالثة من خلال حرف السين. حرف السين في الدين، طائفة من آيات القرآن الكريم أقلها 3 وأكبرها 286 آية. تفضلي. سورة. سورة صحيح يا دانا. تفضلي. تسعة. تسعة. رقم 9
في المعلومات العامة وتبدأ الإجابة بحرف الطاء. كتاب شهير لمحمد بن سلام الجمحي يعتبر مصدرا هاما لمراتب الشعر والشعراء. 5 ثواني. يسمون طبقات الشعراء. حرف أو رقم 9 جديد في الكيمياء تبدأ إجابته بحرف الزين. مادة لزجة سوداء أو بنية داكنة توجد على شكل إسفلت أو زفت. زفت صحيح. يعني أنا حتى هذه الساعة أشك أنها زفت كلمة عربية، وتتخذ من تقطير قطران الفحم والخشب والدهنيات. على أي حال مكتوبة إجابة زفت، وآسف واختيارك. حرف الدال. حرف الدال في الأحياء اسم يطلق على الطيور المنزلية والطيور التي تفضل داجنة. داجنة أو دواجن. الداجنة التي تربى في المزارع، ومنها البط والأوز والدجاج، وما يبس في المزارع إلا حتى في البيوت. واختيارك. حرف الخاء. حرف الخاء. الخاء سلام الله في الكيمياء عنصر فلزي أبيض مزرق متبلور في درجات الحرارة العادية، يستعمل لعمل الألواح السالبة في الخلايا. تفضل. خارصين. خارصين صحيح. وبالمناسبة خامات الخارصين واسعة الانتشار في العالم. واختيارك. رقم 2. 2. هذا طول عمرك أعتقد أنه فيلم. هذا سلامك الله فيلم وثائقي. نشوف أنا وأنت هذا المشهد من هذا الفيلم، بعدين نطلب الإجابة. تفضل. إن حوالي 50 من أمهات الخيول ذات الدم الحار مع أمهارها الصغيرة تشكل القطيع الأساسي لإناث الخيل في الحظيرة الرئيسية، ويتم ضم إناث الخيل إلى القطيع الأساسي بعد أن يتم اختبار منظرها وقدرتها على السير وأثناء الركوب. كان هذا القطيع هو النواة الأساسية لتحقيق نتيجة سريعة ومدهشة لعملية تهجين حصان العمل والركوب وفقا لما تتطلبه حاليا رياضة أوقات الفراغ. وقد بدأت إعادة تكاثر هذه السلالة منذ عام 1958 باستخدام مهر تراكيس بولمونت، ويمكن اعتبارها حاليا عملية تكاثر متكاملة. إناث الخيل العربية الأصيلة الواقفة هنا مع مهارها من خيرة هذه السلالة، وهي مشهورة عالميا. إذن حدثنا الفيلم الوثائقي بأن للخيول سلالات كثيرة، وقد عرف الإنسان الخيول منذ آلاف السنين. السؤال يقول: ما هي أو في أي قارة ظهرت الخيول أول مرة؟ فضل. في آسيا. في آسيا صحيح. إذن لهواة الخيول ومربي الخيول نطلعهم على هذه المعلومة، أنه أول قارة شهدت ظهور الخيول هي قارة آسيا، وأعتقد أنه الوطن العربي. اختيارك. رقم 4. رقم 4. 4 في الجغرافيا، وتبدأ الإجابة بحرف اللام. من أهم مدن البرتغال. تفضل. لشبونة. لشبونة صحيح. يقال بأن الذي بناها هو أوليس أصبحت عاصمة للبلاد منذ عام 1260، وهي لشبونة. واختيارك شادي. حرف الميم. حرف الميم بتفوز في الجولة الثالثة وبتفوز في المباراة. أنا قصدي إياك يعني وافهم يا جارة، أنا أقصد الفريق الأحمر. ها في الجغرافيا حرف الميم، شدوا حيلكم يا أحمر. آخر سؤال الفريق الأخضر، ما اسم عاصمة نيكاراغوا؟ قول. مناغوا. مناغوا فاز. فاز في المباراة. مبروك. انتهت سيداتي وسادتي هذه المباراة لصالح الفريق الأخضر، دانا حسام وشادي حسام فازاه ب3 جولات مقابل لا شيء للفريق الأحمر أمل صبحي وأمل إبراهيم. حصل الفريق الأحمر على 90 نقطة فقط. نشكر الفريق الأحمر اهتمامه وحضوره، ونرجو أن نلتقي معكم في برامج أخرى قادمة. شكرا للفريق الأحمر.
الآن سيدتي وسادتي نصل إلى فقرة دائرة الضوء مع الفريق الأخضر شادي حسام الخطيب، تفضل. أولا حسام مبروك الفوز أنت وشقيقتك دانا، ثانيا مرحبا بك في دائرة الضوء. أمامك لوحة إلكترونية يقطعها من اليمين لليسار أو العكس في 60 ثانية تحصل على سبيكتين من الذهب. إذا أنت خاطرك في الذهب شد حيلك، قول بسم الله وابدأ. حرف اللام. حرف اللام. حرف اللام سلمك الله في اللغة هو الخصومة الشديدة. حرف الشين. الشين. في اللغة كلمة مرادفة للحزن. حرف الحاء. الحاء. إحاطة مدينة أو حصن أو فيلق حصار. بجيش. ها؟ حصار. صحيح. حرف الراء. حرف الراء. من الأسنان تقع قبل الناب من الخارج. حرف الجيم. حرف الجيم. كلمة تقال للغلظة في المعاشرة. قاف. قاف. اللفظ أو الغلظ والصلابة والشدة في كل شيء. قسوة. صح. هاء. الهاء. خلاصة تستخرج من العلق تعوق تجلط الدم. هيموغلوبين. غلط. تاء. حرف التاء. الشيء الأصلي القديم من المال. باء. التاء. باء. الباء. الباء هو الاسم الذي يطلق على البرلمان في ألمانيا. وخسارة، انتهى وقتك يا أخ شادي، لكن للأسف الشديد خيرها في غيرها، انت فايز في مباراة والفرصة أمامك. الأسئلة اللي انت ما جاوبت عليها: الاسم الذي يطلق على البرلمان في ألمانيا بوندستاغ. الشيء الأصلي القديم من المال تليد. خلاصة تستخرج من العلق تعوق تجلط الدم هيرودين. كلمة تقال للغلظة في المعاشرة جفوة. من الأسنان تقع قبل الناب من الخارج رباعية. كلمة مرادفة للحزن الشجن. والله يكفيك شر الشجن، ارجع مكانك بدون ذهب وادخل مباراة ثانية. الآن سيداتي وسادتي نتعرف على فريق أحمر جديد. سهى أحمد. أسماء سمير. مرحبا بالفريق الأخ أحمر الجديد سهى أحمد وأسماء سمير. ندخل مباراة جديدة مع فريق الأخضر دانا حسام وشادي حسام. تعلمون الفريق الأخضر له مباراة فاز بها بثلاث جولات، الآن تدخلون يا بعض مباراة جديدة، الجولة الأولى من خلال حرف الجيم. الجيم في الدين. صحابي هاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب صح. كانه رسول صلى الله عليه وسلم بذي الجناحين، واختاره عليه الصلاة والسلام لقيادة المهاجرين إلى الحبشة ومقابلة النجاشي. توفي سنة 8 هجري 629 ميلادي. إنه جعفر بن أبي طالب أو جعفر الطيار. اختيارك. حرف القاف. حرف القاف. القاف سلمك الله في الرياضيات. عدد يمكن أن يقسم عليه بقسمة صحيحة عددان أو أكثر. أيوة حطاه في الإعدادية بيعرف الكلام ذي. انتهى وقتكم والقاسم المشترك. حرف قاف جديد بسؤال آخر في اللغة والأدب. هو اسم أحد الأصغرين ويبدأ بحرف القاف. فضل. قمر. غلط. الفريق الأحمر. اسم أحد الأصغرين، وقال حكيم ائتني بالأصغرين. انتهى وقتكم هو القلب. ائتني بالأصغرين، القلب واللسان. اختياري أنا حرف القاف، أستمر عليه في الذكاء. شيء إذا قطعت رأسه طار. تفضلي. القطار. قطار صحيح. اختيارك يا أسماء. الخاء. حرف الخاء. من فضلك يا بنتي إذا كان سكت الجرس جاوبي. أنت لاحظ الجرس والنور الأحمر، إذا سكت تكلم علشان ما تختلط الحديث بالجرس. هذا حرف الخاء في الكيمياء. خلو الحيز من أي شكل من أشكال المادة. خلو الحيز من أي شكل من أشكال المادة ويسمى الخواء.
حرف خاء جديد بسؤال آخر في الجغرافيا. واحة معروفة في الصحراء الغربية بمصر وتتبع إداريا محافظة الوادي الجديد. الخارجة. صحيح، الخارجة. اختيارك أسماء. النون. النون. النون في اللغة والأدب أثر يظهر للجرح على الجلد. ندبة. ندبة أو ندبة، صحيح. اختيارك شادي. رقم خمسة. رقم خمسة. تبدأ الإجابة بحرف الياء، لغة وأدب بمعنى قنوط. تفضلي. يأس. صح، يأس. ما شاء الله عليك يا أسماء، تفضلي. رقم أربعة. رقم أربعة. تبدأ الإجابة بحرف الغين، واحة بليبيا. تفضل. غات. غلط، الفريق الأحمر. واحة بليبيا تبدأ بحرف الغين. خمس ثواني فقط. هي غدامس. رقم أربعة جديد، تبدأ إجابته بحرف الكاف، سؤال طويل. دولة مستقلة عضو في الكومنولث، تشكل أراضيها خمسي أمريكا الشمالية، اكتفها جون كابوت عام ألف. كندا. صحيح، كندا، نعم. قلنا اكتشفها جون كابوت عام 1497، اشتركت في الحربين العالميتين إلى جانب الحلفاء. وحدتها النقدية الدولار، سكانها 23 مليون نسمة تقريبا، وعاصمتها تعرف؟ أوتاوا. صح يا أخي، والله صحيح. اختيارك. حرف الميم. حرف الميم، ما شاء الله عليك يا شادي. هذا في الشخصيات. صحابي جليل هو أول سفير في الإسلام. تفضل. مصعب بن عمير. صحيح، مصعب بن عمير. تفضل، عيني عليك باردة. حرف العين. حرف العين، العين اللي طول عمرك في التاريخ. قبيلة عربية نسب لها عنتر بن شداد. عبس. صحيح، عبس، نعم. تفضل يا شادي. رقم يا حسام ستة. الخطيب. نعم. رقم ستة. رقم ستة، بتكمل خطك، تفوز بالجولة ذي من هذه المباراة. في الاجتماع تبدأ الإجابة بحرف الهاء، انتقال الأشخاص من مكان استيطانهم. هجرة. هجرة، ويفوز بالجولة الأولى. انتهت الجولة الأولى من هذه المباراة لصالح الفريق الأخضر، دانا حسام الخطيب وشادي حسام الخطيب. ندخل الجولة الثانية الآن من خلال حرف التاء. التاء في الجغرافيا. جمهورية عربية شقيقة. تونس. صحيح، تونس، نعم. تقع تونس بشمال أفريقيا، اشتهرت بحاصلاتها الزراعية خصوصا الزيتون، فيها مناظر طبيعية خلابة، وأهم معادنها الفوسفات، وأيضا فيها آثار قديمة. واختيارك. العين. العين. هذا السؤال في اللغة والأدب، هو الاسم الذي يطلق على صوت الذئب. تفضلي. عواء. عواء، صحيح يا دانا. اختيارك. سبعة. رقم سبعة. في الجغرافيا تبدأ الإجابة بحرف الزين، هيجان الريح وتصاعد الرمال المحمولة إلى السماء. تفضلي. زوبعة. زوبعة أو زوابع، صحيح. اختيار سهى. حرف القاف. حرف القاف، سؤال سهل في الدين. صاحب أول جريمة على ظهر الأرض. تفضل. قابيل. قابيل، صحيح. وهو ابن آدم الذي قتل أخاه هابيل. اختيارك. حرف الميم. الميم. في الشخصيات، رحالة إيطالي شهير فتح أنظار. فضلي. ماجلان. آسف، إجابة خاطئة، الفريق الأخضر. رحالة إيطالي أقول، مش ماجلان. رحالة إيطالي شهير فتح أنظار أنظار أوروبا خلال القرن الثالث عشر على شرق آسيا لأول مرة، ما اسمه؟ ماركو بولو. ماركو بولو، صحيح. من فضلك إذا انتقل يا أخ شادي حسام الخطيب، إذا انتقل السؤال من الأحمر لك بدون جرس. تفضل، اختيارك. حرف الباء. حرف الباء. الباء ما عندنا وقت له. شرايكم باكر؟
ان شاء الله. عذبناكم انتم الفريق الاخضر يومين باكر 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 لين تطلعون لتصفيات. سيداتي سادتي انتهت حلقة اليوم من برنامج المسابقات الثقافية المنوع حروف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.